الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الكثير من الناس يعرف أنا وين. نانا طالت عماركم في مدينة دبي الطبية. مدينة دبي الطبية، المبنى 64 صح؟ هي تعالي زي عداني، بس هناك باكلك. تعالي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، نورتنا. الله يسعدك. زين، انا وين سايب؟ شو اسم العياده؟ عياده بايوساينس للخلايا الجذعيه. ايوه، هذه بمدينه دبي الطبيه. المبنى شو تو ايش قلتي؟ مبنى 46. 46 وانا توني شو قلت؟ هذه 64. والله؟ وهو هو 64، مبنى 64 بي. 64. والبنايه مبنى شو يسمونه؟ الرازي؟ المبنى الرازي. مبنى الرازي. في الدور الارضي. الدور الارضي، شركه بايوساينس للخلايا الجذعيه. للشباب عشان الناس تصير مثلك كده صبوحة وخدودها حمر. ايوه، عشان الشباب والجمال. بارك الله. اهلا بك. اهلا بك، نورتنا. طالت عماركم. المراد اني الحين انا في قمة السعادة اني انا موجود في مدينة دبي الطبية، مش فقط لوجودي في هالمكان المنسق مجمع العيادات والمستشفيات الكبير طويل العريض. جديت كذا مرة في أشغال لي وأشغال غيري ومع حد من العرب، لكن أنا سعيد أني بغطي مركز ما يوجد منه في الشرق الأوسط، إلا هو المركز الوحيد في الشرق الأوسط، هو المركز الوحيد اللي موجود في دبي. المكان اللي أنا جايلنا اسمه بايو ساينس للخلايا الجذعية، هذا مركزهم وهذا مكانهم. وحين عاد بخبركم عن شيء ما خبرتكم عنه من سنين. خلنا الحين السلام عليكم. زين، بخبركم بس لمده دقيقه واحده عن الموضوع اللي انا ميودنه عنكم ولا خبرت اي. مدام تقني تفضلين، خليك لحظه. هي دقيقه واحده بس برمس الجماعه عن سر. طالت عماركم. انا تحيدون سرت هيوستن اظني قبل 9 سنوات اول مره هيوستن، 9 أو 8 سنوات اظني اتوقعت. المهم، طالت عمركم صرت ويا اختي حصه الله يحفظها ويبارك فيها، وصرنا العلاج وهذا، وطولت فتره العلاج ويهي دوما يتجلود. بجيب حالي حال اي انسان في الدنيا العودي، يعني كل انسان ويهي يتجلود بعد يوم طوف ال50 بعد شو شيء طبيعي. رياضة وصحة وقل سهر وما تدوخ ولا تسارع سير ولا برعيي، والحمد لله رب العالمين. فأنا محافظ على مستواي وعيشتي بقل الزعل ودومي فرحان ومبسوط والحمد لله متكيف في الحياة. لكن علامات الشيخوخة لا بد ولا عذر منها، هذا شر لا بد منه. فقالوا والله هذا شيء مكان في البناية الفلانية. أتذكر كان الدكتور إيراني، قال والله يسوي خلايا وما خلايا، سر له. قلت له ان شاء الله سرت. قال والله نحن نسوي شيء الفلاني شيء الفلاني شيء الفلاني. قلت ما عندي مشكله سووا. سرت للدكتور وسوالي ترتيب للخلايا الجذعيه والحمد لله رب العالمين. ويه هذا مثل ما تشوفون سكت ربيه من هالكثر سنه، ومفروض اني اسير لك كل 5 سنوات. فانا كم انا سعيد بوجود هالمركز اللي يضاهي في جود وشغلهم وترتيبهم اي مكان في الدنيا العوده. فانا وايد فرحان اني جايلكم، ونحن كثير فرحانين انك انت جيتنا. الله يبارك فيك، زرتنا ونورت. الله يخليك، جزاك الله خير. اهلا بك في عياده بايوساينس الخلايا الجذعيه. نحن عيادتنا مجهزة من 4 سنوات بكل التكنولوجيا، إن هي تطلع الخلايا الجذعية من المريض، ناخذ منها حوالي 30 سي سي من الفات، يعني سنتيمتر كذا صغيرة كميتها. نعم. وبالمعمل بالداخل أنت تشرفنا وتشوفها بعد شوي، نحضر من 30 سي سي من الدهون اللي تتاخذ من المريض. من اي مكان عاده ينخذها؟ عاده ياخذوها من المعده، من البطن. نعم، من البطن. انا هذا اللي سووا لي على فكره، والله خذوا من هي من وين السر بالضبط؟ يعني كل الناس نقول عندهم شويه شحم هنا، يعني ما حدا يخلو من شويه شحمات يمين ويسار. ولكن بعض الدكاتره يستخدمون كمان من داخل الفخذه، ياخذون يعني ما في شرط معين، مكان معين يتاخذ. نعم. من الخلايا الجذعيه. نعم.
استاذ خالد بالاجناب كمان هاي 30 سي سي. احنا الدكاتره كل الدكاتره بدبي دكاتره التجميل دكاتره العظام دكاتره الصحه العامه يستخدمون هذه الخلايا الجذعيه يجيبوا لنا الفات ال 30 سي سي عندنا بهذا المعمل بالداخل معمل بايوسايت الخلايا الجذعيه تتحضر لمده 3 اسابيع. نعم. تنمو هذه الخلايا من كميتها من حوالي 100 خلية جذعية بعد 3 أسابيع تصير 250 مليون خلية استخالد. نعم. تكثر بالعدد. تكثر بالعدد شو تسووا بها هذه؟ هذه نحن أول شيء عشان الناس تصير صبوحة وجه صبوح جميلة مثل حكايتك نورتنا اليوم مع ابتسامة رائعة منك وكمان الوجه يكون نظر للشعر لكل أداء الجسم بصفة عامة. وايد هاي الحقنة تستخدم الحقنة. أنا اسمي دكتورة مينا. دكتورة. ايه. مينا. مينا بس مينا. مينا استاذ خالد أنا. مينا ولا منى؟ مينا. 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 هذا ما صنم في قريش الأول. في مصر. والله. ايه. والله مينا حين والله الأول في المدرسة درسونا أنا هذا مال اللي مال الكفار. لا لا. والله. هذا الصفحة الثانية أنا. شوي. الملك مينا الملك مينا. وين سويتي ملك؟ الملك مينا من مصر. ابو ابراهيم شو اسمه هل يعبدوهم الاول في الحين فهمتي؟ الحين قلتي ها ملك ملك لو ملك مينا انا كل ما اقول للناس اسمي مينا يقول اه كينج مينا والله الملك ليش انا سال بالي على الكفار الاوليين؟ المهم الصف الثاني الصف الثاني بالدراسه بالصف الثالث ما عليه انزين والاخير خذوا اللي استنسوا اللي كثروا ال 20 ملي هايل من 100 سووهم مليونين و500 صح 250 مليون بالضبط 250 كم الكميه تكثر هذه الكميه تتكاثر نحن بنحطهم بالبنك نخزنهم عندنا بالبنك بايو ساينس لمده سنوات 10 سنوات 20 سنه امتى ما تحب تستخدمهم تستخدمهم. نعم. اول شيء يستخدم نحن العياده الوحيده ترى اللي يجونا كل الناس يستخدمون الخلايا الجذعيه اي في انجكشن اللي هي حقنه بالوريد 200 مليون خليه. نعم. تنحقن لمدة 45 دقيقة. نعم. زين. هذه 45 دقيقة تكون فيها أنت مرتاح مستانس بعدها تنشط لك الدورة الدموية أول شيء توصل للرئتين تنشيط الدورة الدموية بصفة عامة شعيرات دموية جديدة تبدأ تتكون بين الرئتين هاي الشعيرات الدموية تنتقل إلى جميع أنحاء الجسم تسوي نضارة وصحة عامة للجسم تروح للوجه تسوي نضارة للوجه تحسن من الشعر تحسن اللياقة البدنية بالجسم تحسن من المناعة مناعة الجسم الخلايا الجذعية معروفة من الأزل من زمان نعرف أنها هي الخلايا المسؤولة عن تكوين خلايا أخرى يعني تكون خلايا صغيرة تساعد في نظرة الوجه نظرة البشرة للشعر للجسم أفضل علاج في الوقت الحالي من الشخص نفسه هو علاج الخلايا الجذعية أستاذ خالد مينا شو اللي يميز المركز هذا مال الخلايا الجذعية مال اللي عندكم أنتم عن غيره وأنا اللي أعرف أنه في عدة مراكز الخلايا الجذعية شو مميزين فيه أنتم؟ هو ما في كثير الناس للأسف مفهومها عن الخلايا الجذعية مختلف وغير صحيح. نعم. عشان تعمل معمل الخلايا الجذعية تكون خلايا جذعية كميتها 250 مليون خلية وتخزنهم عندك لمدة سنوات تحتاج معمل متكامل. نعم. معمل بايو ساينس كلفته كلفت ملايين. أه. يوروات. أيوة. مش ملايين دراهم. يعني محتاج الكادر الصحيح محتاجين التكنولوجيا الصحيحة التكنولوجيا تطورت بإيطاليا 12 سنة كانت موجودة أوريدي. نعم. نحن هذه العيادة أو معمل بايو ساينس تبع الميديكال كوميتي تبعه واللي هي بالعربي تنقال بأبسط اللغات إن كل البروفيسورين الموجودين هم مأخوذين من مشاركين من جامعة أستاذ خالد يعني عشان يتكون معمل كمعمل بايوساينس الخلايا الجذعية يحتاج كوادر طبية هذا المعمل عشان يتشكل من 12 سنة شركة بايوساينس بسان مارينو بإيطاليا جمعت كوادر من جامعة روما ومن جامعة بازل بسويسرا كل الدكاترة والأطباء والبروفيسور اللي موجودين بهذه الجامعات كونوا وطوروا هذه التكنولوجيا عشان يفتحوا معمل متكامل كمعمل بايوساينس هذا يعني معناته انه شيء كبير هذا جدا كبير مكلف لا تنسى مكلف جدا الاستثمار تبع بايو ساينس المعمل فقط حتى يتسوى هون يعني اقل او اكثر من 4 مليون يورو استاذ خالد يعني تكنولوجيا كبيره جدا تحتاج جميع الاجهزه لان في شيء اسمه التعقيم
أول شيء الخلايا الجذعية نحن اللي يجينا الدهون من المريض ونرجع نحقنها من بعد 3 أسابيع للمريض. أهم شيء التعقيم. وزارة الصحة ما كانت تعطينا أصلاً أي وزارة الصحة ما كانت تعطي أي معمل تصريح إلا إذا كان في تعقيم كامل. شركة بايوساينس، معمل بايوساينس وكل الكوادر الموجودة، نحن مصرحين من وزارة الصحة مصرحين، لأن عندنا guidelines، عندنا تعقيم شديد ومشدد جدا. تقدر تخشوا أونلاين، تدخلوا الموقع www.bioscience.com، تدخلوا أونلاين، عندنا لايف كاميرا موجودة 24/7 24 ساعة كل يوم من السبت، كل يوم يقدر كل حدا يدخل يشوف الكاميرا اللي بيها. هذه رقابة نحن عشان مهتمين بالكواليتي. نعم. أول شيء مهتمين بجودة الخلايا الجذعية، مهتمين بصحة كل مريض يجينا، بصحة كل دهون تتخزن عندنا، بصحة كل خلايا تصدر. معمل بايوساينس الفريد، لأن ما في سابق له ولا في رح يجي سابق له إلا إذا كانت كل هذه العناصر اللي أنا ذكرتهم تكونت بمعمل واحد. الفئة المستفيدة من موضوع الخلايا الجذعية؟ كل شخص يحب أنه يضل صغير بالعمر، شكله جميل، صحته رائعة بالنسبة للجمال والصحة. غير كذا نحن نستخدم الخلايا الجذعية زي ما قلت لك للوجه، للجمال، للشعر، تساقط الشعر. دكاترة العظام يستخدمونها للركبة، للمفاصل. جدا العلاج الوحيد على فكرة للمفاصل، أي حد عنده ألم للمفاصل قبل لا يروح للعملية تغيير ركبة أو شيء، ينصح أن كل شخص يستخدم الخلايا الجذعية إذا كان في عندهم ألم بالمفاصل. أنا ألم مفاصل الركبة، كل الفخذ، شو هذا المكان اسمه أستاذ خالد؟ بالعربي الكتف. كل الألام المفاصل. آخر تكنولوجيا الخلايا الجذعية اللي هي الحقن الوريزية اللي قلنا، بس لكن تستخدم للجمال، للبشرة، للنضارة، للجسم، للصحة العامة. كل من هو مهتم بصحته، لياقته البدنية، هو مهتم بصحته بلياقته البدنية بجماله الطبيعي، أنه يحقن الخلايا الجذعية بالوريد، إنها هي آخر تكنولوجيا. الناس تسافرها للخارج عشان تسوي هذا العلاج. نحن نستخدم علاج الخلايا الجذعية من خلاياك أنت. شركة مرخصة، شركة إماراتية، نراعي كل المعايير، يعني لكل من هو ما فيها أي شيء سايد إفكت؟ ما فيها أي سايد إفكت، لأنها منك إليك. هي الدهون نحن نأخذها من عندك أستاذ خالد ونرجع عليك مرة ثانية بعد 3 أسابيع. يعني تعتبر خلايا آمنة جدا 100%، لأنها خلايا بالغة أولا. ما أعرف شو أقول لك، يعني أنا كنت من أول المحقونين للخلايا الجذعية، وأنا حبيت النتيجة. يعني أنا لا سويت في حياتي فيلر، لا سويت بوتوكس. قرب الله تتمكوات إنزين. منى الحين أنا لازم أولا دخلي لي المختبر، وثانيا من وين تبثون للكرة الأرضية إنها كلهم يطالعونكم أونلاين 24 ساعة. شو تسوون في المختبر؟ هذا توديني وين الكاميرا، وين الناس طالعكم؟ زين بوريك الكاميرا، تجي معي. يلا تفضل معي. نعمل بيوساينس للخلايا الجذعية، والحين بندخل نحن المعمل. تفضلي. تفضل معنا، أهلا بكم في معمل بيوساينس للخلايا الجذعية. شكرا. المعمل مجهز تعقيم. نعم. عادة عندنا مريض بالداخل قاعد يسوي حاليا حقن وريدي، ولكن اذا بدنا نتخطى احنا نشغل بشرة عمل المعمل، وين احنا نستقبل الدهون اللي هي 30 سي سي من الدهون. نعم. هذه اول ما تجينا الفات او الدهون. نعم. هلو هاي ايفريبادي، هاي السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. انت من وين؟ السودان. بارك الله فيك، بارك الله فيك. زيد فضلك. فعادة اول ما يجينا الدهون اللي هي 30 سي سي يدخل عن طريق الغرف النظيفة او الكلين رومز. تشوف زي ما قلت لك من بدري، لو دخلتوا على www.bioscience.com اللي هو هذا تقدر تشوفه. تبي هاي الكريات يسوي؟ احنا بهاي الحين في محطة فضاء. بالضبط، هي 3 غرف نظيفة لازم يمرون كل البيولوجيست الموجودين بالداخل، كلهم لازم يمرون ب3 غرف تعقيم حتى يدخلون يقدرون يلمسون الخلايا بإيدهم. التعقيم أهم شيء في عملية أخذ
بالخلايا الجذعيه. الحين الكون كله يتابع هذيل؟ الكون كله يتابع، واي حدا يقدر يتابع تدخلوا www.bioscience.com. اولا ممنوع ان حد حتى يوايج عليهم الا كان من بعيد شراتينا. هذا المعمل الوحيد في الشرق الاوسط، المعمل الوحيد في الشرق الاوسط اللي تشوفونه. زين جيت اللي انا في امريكا اللي في هيوستن، والله يا ابوكم ماي ربع هذا من الشخصيه ومن الرزه ومن الموظفين ومن الاستقبال ومن الترتيب والنظافه والرقي والاستقبال اللي شوف الله عليكم قرب الله الله والله ما تحرون مال الفضاء. انا ابو لازم يدخلون غرف تعقيم قبل لأن يبدون هاي العمليه. نعم. موضوع تاخذ انك دهون من شخص تخليهم بمعمل وترجع تحقنهم للشخص، هذا الموضوع مهم جدا في التعقيم. لازم كل حدا يتعقم بالداخل يمر بثلاثه غرف. انا اتمنى تدخل لنا يوم ولكن تكون جاهز، لازم تدخلك على ثلاثه مراحل من التعقيم حتى تقدر تدخل الداخل. نتيجة بعد الحقن، الحين جيت انا واخذته من عندي ال 100 سي سي هاي القطيع صغيرونه زين وكاثرتوها وجيتكم بعد ثلاث اسابيع. شو بتسوون فيهن هاي؟ شو متى بحس بالتغير؟ اول شيء بالنسبه للحقنه الوريديه، نعم، للخلايا الجذعيه مباشره لما تقوم ما تحس بالنشاط. ثاني يوم الصبح اول شيء بتحس بالطاقه اول ما تنحقن الاي في انجكشن اللي هي الحقنه الوريديه 200 مليون خليه. زين تحس بعدها باسبوع باسبوعين كل يوم تحس بفرق بالبشره بالشعر، المناعه تزيد يعني مع عوارض احنا نكون نحس بالتعب، حتحس بكل شيء بجسمك تغير. فاتمنى انه رحلتك مع الخلايا الجذعيه وحقنا الوريديه الخلايا الجذعيه تكون تابعوه اكيد، حتتابعوا سناباته شوفوا الفرق وقولوا لنا ان شاء الله. انا مسوي من قبل حوالي 9 ل 10 سنين بس حق وجهي، هذا السر اول مره بحياتي اطريه، ما كنت قلت حق حد اني مسوي هالشيء، والحمد لله اليوم الحين عاد يوم عرفت انه موجود عندنا واشهد اني بسوي مره. اقول الانسان في حياته كم مره يحتاج يسوي هالخلايا الجذعيه؟ نحن يجون الناس يسوون مثلا خلايا جذعيه لكل شيء مثلا، يعني لا ادري لكن لا اليوم اخذت الحقنه الخلايا الجذعيه. نعم. متى اقدر مره ثانيه؟ متى الواحد يحتاج لها؟ تحتاجها اذا حقنت اليوم مثلا حقنه الخلايا الجذعيه، ما اليوم بعد ثلاث اسابيع ناخذ منك الدهون اليوم، ثلاث اسابيع تجهز تجد الحقنه الوريديه. زين. بعدها باسبوع تقدر تجد الحقن للشعر، بعدها تنحقن للوجه، يعني هي خلايا قاعدة مخزنة بالبنك لمدة سنوات، تستخدمها لكل شيء تريده. لا لكن اللي أنا أخذها في الحقنة الوريدية هذه. أي كل سنة، الحقنة الوريدية كل سنة تقدر تحقن. الطريقة كل سنة يعني معقولة؟ كل سنة بي تاخذوا لي هذا وتكاثرون؟ لا لا, لا 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 ما كل سنة بنتكر لك، هي مرة واحدة بس بالعمر انك انت بتبعد لنا الدهون. انزين ما علي بتتكون الخلايا الجذعية وتتكاثر بالمعمل وتتخزن عندنا، كل ما تحب تستخدمها نحن نطلعهن من الكرايو سيف شيء اسمه البنك، اللي هو البنك اللي موجود، هو تتخزن هذه الخلايا تحت انزين. درجة حرارة ماينس 198 لمدة انزين. سنوات. انزين ما علي الحين جيت انا وحقنت هذا جسمي متى بيخلص من هذه الاشياء؟ انا اقول اذا كان عمر الشخص صغير مثلا نقول عمر 25 35 سنه تمام؟ زين عندك خلايا اوريدي تعبت كبرت بالعمر، انت جددت حقنت خلايا جديده. نعم. بعد سنه عادت مناعتك قلت تحقن مره ثانيه، قد تحتاجهن بعد سنتين، قد تحتاجهن بعد ثلاث سنوات، في ناس تستخدمهن مره واحده. ليش؟ نظامك الصحي صحتك الكاملة العامة. إذا كنت مدخن شو كنا نسويك الخلايا؟ حتى إذا حقنت خلايا جديدة التدخين يقتل هذه الخلايا الموجودة داخلك، فلازم أنك أنت تكرر على حسب نمط حياتك. إذا غيرت نمط صحي مثلا أنا أقول إكزامبل أنك أنت الناس كانت تاكل يوغرت عادي صارت تاكل جريك يوغرت لأن به فوائد أكثر، يعني أنت مهتم بصحتك بالداخل جسمك هو استثمار للجسم الخلايا الجذعية، نحن نستثمر بأشياء أخرى، استثمار وضمانة لنفسك إنك تخزن خلاياك حالياً عشان لما تكبر بالعمر تلقاهم رصيد موجود عندك وتقدر تستخدمهم مرة ثانية. أنا جيت الحين مثلاً أخذت مني الكمية صغيرونة هذه كثرتوه، نيتكم بعد ثلاث أسابيع حقنتوا لي في الوريد الخلايا الجذعية. بستفيد منهن
فترة طويلة ولا فترة قصيرة؟ تستفيد منها فترة طويلة دام انك انت محافظ على صحتك. اذا كنت انسان تجري مثلا، لان قبل شوي قلتي لي لا في ناس تستعمل مرة مرتين وثلاث واربع. صحيح، في ناس مناعتهن اقل، مثلا انا مناعتي اقوى من مناعة شخص اخر. انا ما مدخنة، انا اصحى الصبح اكل صحي اشرب صحي، ما عندي سمنة تخليني يكون بجسمي بمشاكل انفلاميشنز كثيرة. تمام. اذا مثلا حقنت الخلايا الجذعيه للشخص صحيح مهتم بصحته تضلها سنوات، ثلاث سنوات، اربع سنوات، ولا ما تحتاج. لا اي ما تحتاج، لانك خلاياك ما زالت جديده وما زالت قويه وصغيره داخلك. مين الحين اللي انسان هل مال بوتوكس والفيلر والاشياء هذه، هل هذه تعوض؟ ابدا طبعا لا. البوتوكس مدته البوتوكس والفيلر مدتهم 6 شهور، والمبدا تماما مختلف. انت تحقن مواد كيميائيه، الفيلر عباره عن ماده كيميائيه والبوتوكس ماده كيميائيه. الخلايا الجذعيه هي خلاياك الصغيره، وانت كنت صغير كانت الخليه نشيطه تتحرك اكثر، تعطيك نضاره للوجه، تعطيك نضاره للبشره اكثر. وين كبرنا نحن هاي الخلايا انتقلت وتخزنت بالدهون. نحن نستخلص هذه الخلايا من الدهون وهي بعد صغير، نكثرها بالعدد ونخزنها عندك بالعياده بالمعمل ببايو ساينس بالفريزر، نحطها تحت ماينس تحت درجه ناقص 198 درجة حرارة، تضلها هناك وعمرها يضلوا زي ما هو. استخدمها بعد سنتين ثلاث سنوات كل ما احتاجتها موجودة، كل ما احتاجتها موجودة عندك، كل ما هاي يعني تخوي، يعني خلاص اللي يستعملها ما يكون يحتاج للبوتكس تخوز الفجائيد. ما تحتاج، لأنك هذا علاج تجديدي كامل للبشر، يختلف تماما عن علاج التقليدي. علاج الخلايا الجذعية مجدد للبشر. بارك الله فيك. بتودين أنا حب أوريكم دكتور جوزيبي موتشي، هو مؤسس شركة بايوساينس من 12 سنة، متخصص بالخلايا الجذعية، هو اللي جاب التكنولوجيا الإيطالية للخلايا الجذعية بدبي. بارك الله فيك. دكتور جوزيف، السلام عليكم. وعليكم السلام. How are you? Fine, thank you. And you? How are you? الحمد لله. الحمد لله. والله before I remember some Italian language, but now I forget it when I see you. ما شاء الله يقولك number one. Thank you. Thanks stem cells, not thanks me. Doctor, why you are in especially in United Arab the Emirates and in Dubai exactly? Why you choose Dubai? I would choose Dubai because Dubai is a leading destination for the high level of the quality of the medicine, and they are very, very keen to support the biotech medicine. And our laboratory is the laboratory for stem cell therapy. And we are the unique company that is allowed to do this kind of the procedure. مين لحق عليه؟ شو قال بالله عليك؟ الدكتور جوزيف موتشي حكى ان زار دبي وحب انه يفتح معمل الخلايا الجذعيه بايو ساينس بدبي بسبب التكنولوجيا والحضاره في الطب الموجوده بدوله الامارات وبدبي بصفه عامه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دكتور؟ يس. I need to know, do you use it, this khalaya, the injection? Of course, I did several injections of stem cells. And from when I started to use the stem cells, I feel better. Every morning when I wake up, I feel very, very strong. I have a strength, very, very strong energy. And no more allergy and no more any kind of reaction to our my immune system. الدكتور جوزيف موتشي حكى انه طبعا استخدم الخلايا الجذعيه كل يوم الصبح، صار من اول ما استخدمها يحس بنشاط من يقوم من النوم، صحته بصفه عامه تحسنت، مناعته زادت بصفه كبيره جدا. على فكره انا اقول لكم سر، الدكتور جوزيف موتشي مش مدخن، مهتم جدا بصحته جدا جدا، دائما لياقته البدنيه عاليه، مهتم جدا بكل شيء له علاقه بتطور في الطب بالجمال بالصحه. التكنولوجيا الإيطالية من الأذن عن الطليان، عن جمالهم، اهتمامهم بالصحة العامة، اهتمامهم بنمط الحياة، بالأكل الصحي جدا. فكان الكونسبت أو المفهوم كان مفهوم إيطالي بتكنولوجيا كاملة. جد دكتور جوزيف موتشي هو مثلنا الأعلى أولا وأكبر دليل على أن الشخص بعمر كبير يكون صحته بهذه الشكلية. إيه ما شاء الله عليه. أعتقد إيه والله. أعتقد إنه يعني أكبر دليل أو أكبر مثال على صحة البني آدم إنه يجدد خلاياه من الداخل، وهذا هو شغلنا بشركة بايو ساينس. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. دكتور موجي،
please, why Khaled Al-Khaldi here today? Well, he's here because there is a big opportunity in this moment. This moment is possible through the big development of the research in the medical field to use the stem cells in this kind of configuration to inject in the bloodstream all the stem cells. And these stem cells improve the quality of the lung, because the lung is very important for the exchange of oxygen with the tissue, increase the oxygen in the tissue. The tissue became more young, and when the lung worked very well, the heart also worked very well, because there is direct connection with heart and lung. And then all the inflammation of the body go down, and our body will work very, very, very good, better than in the past. And this is the unique option that he has to improve the quality of his body and delay the development. Delayed any kind of disease, because a lot of disease depend from the degenerative process of our body. And if we delay the degenerative process of our body, the aging, now what's happened that any kind of disease delay development, and the quality of our body and our life will be better. التكنولوجيا الخلايا الجذعية بصفة عامة، لأن الجسم يحتاج يوم بعد يوم يوم بعد يوم الجسم يحتاج تجديد بالخلايا بسبب العوامل الخارجية الموجودة، بسبب الأمراض الموجودة. فحقن الخلايا الجذعية يأثر تماما على نمط الحياة بصفة عامة، يزيد من الصحة، يزيد من المناعة بالجسم، يكون خلايا جديدة تعطي نضارة للوجه، نضارة للبشرة. هذا سبب وجوده هو هنا بالإمارات، حبب أنه ينقل هذه التكنولوجيا الإيطالية، يجيبها للبلد، أن الناس كلها تعرف وتعرف شو أهمية الخلية وتجديد الخلايا بالبشرة وبالجسم، وكيف انعكاسه على الحياة اليومية للشخص اللي يهتم بصحته. دكتور، why I am here? Because it's very important that now everybody have to know that don't need more to work the chemical product, don't need to more work the synthetic product, not more any kind of filler, Botox, because everybody now can use his own cells, his autologous cells, collected from his fat, is totally free of any side effect, have stable results, and is the more ecological, compatible the product that they can have. And because you can imagine, if you make the filler Botox, you will have a skin without a wrinkle, without wrinkle, but all the skin without wrinkle. If you use the stem cells, you can have a young skin without wrinkle. This is the most natural result. And also, if you take your body, how you can improve the quality of your body? You can take supplement for. You can take supplement for all your life, nutritional supplement, a lot of treatment, but the unique way with which you can improve the biological, your body with yourself, to increase the quantity of stem cells in your body, using the extraction of stem cells from the fat, expansion of stem cells, having 100 million stem cells, and then injecting in your body. And then you have the regenerative action of your body to fight the degenerative process of the physiological aging. Thank you very much, Doctor. Thank you to you. Thank you. Doctor Giuseppe Mucci اختارك حتى يوصل لسكان دولة الإمارات وكل الموجودين بدول الخليج إن التكنولوجيا اللي كانت بالسابق موجودة بالخارج، زي ما أنت سافرت لهيوستن واستخدمت الخلايا الجذعية من 12 سنة، موجودة حاليا هذه التكنولوجيا بالإمارات تقدر تستخدمها، وهي العلاج الوحيد اللي يقدر يسمح لك انك تجدد بشرتك من غير استخدام اي مواد كيميائية كالفيلر او البوتوكس او المواد اللي تخلي بشرتك مباشرة جميلة. الفيلر والبوتوكس، حكى دكتور جوزيفي ان استخدام الفيلر والبوتوكس يعطيك بشرة جميلة منفوخة ولكن قديمة، باهتة، ما فيها حيوية، عليك نور. أيوة. فحقن الخلايا الجذعية يعطي الحيوية للبشرة، وهو العلاج التجديدي الوحيد اللي يعوضك عن أي علاجات كيميائية أخرى. He said ecologist، كلمة ecologist جميلة جدا، يعني طبيعية جدا. طيب
طبيعية جدا من جسمك إليك، من دهونك إلى دهونك. الخلايا الجذعية الجديدة الصغيرة تعيد تنحقن لك وأنت تصير أصغر يوميا، كل يوم تحس بالتجديد أكثر، تحس بالنضارة أكثر، بدلا عن أي مواد بديلة أخرى. دكتور thank you very much. Thank you to you. And nice to meet you. شكرا. شكرا. Thank you very much. Thank you Mina. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يحفظك. مشكورة يا بنتي. الله يزيد خير ومشكورة. سلمي على الجماعة اللي كلهم اللي داخل اللي ما بنقدر نصورهم لأن داخل ممنوع يظهرون. يوصل إن شاء الله. مشكور. سألت حق عمري يعني. سؤالي كيف أقدر أنزل وزن؟ شو تنصحني الدكتور؟ سألته وأنا ظاهر يعني معقب ما قلت له ماله وهذا. لكن حسيت إن الجواب بيهم الكثير من الناس. تفضل أمينة. شو سؤالي كان؟ كان سؤالك إن أنا قلت إنك أنت تحب تتخصص من وزنك شوي. إيه. فالإجابة من الدكتور موتشي كانت أنا كمان صراحة إجابة جميلة من عنده، إنك أنت إذا حقنت الخلايا الجذعية بالوريد. أول شيء تحسن من أداء الجسم بصفة عامة. تزيد الطاقة اللي موجودة بداخلك أكثر. وبالتالي تحسن من أدائك، تقدر تمارس الرياضة أكثر، تحس بالنشاط أكثر، 4 ساعات نوم تكفيك، تصحى بدري، تحس بالنشاط وبالتالي تقدر تحرك أكثر. يعني هي طريقة غير مباشرة أنك تنقص وزن، لأنك كل ما زاد نشاطك كل ما زاد أدائك، كل ما تحركت أكثر كل ما حرقت الدهون أكثر. Thank you very much دكتور. والله العظيم thank you very much. You make me very happy. Thank you very much. إن شاء الله now you will make appointment for me. For what? IV system, the blood, the stem cells, and blood stream. Today you can do anything, or I have to come? We have to make the fat collection. We can book an appointment for the fat collection, and after 3 weeks we can make the stem cell injection because we need to improve the quantity of cells because our body became old because the quantity of stem cells have became low. The number, and we want to increase this number. يا ربي thank you very much دكتور. thank you very much. thank you very much. شكرا جزيلا. سلام عليك. الشرف. بارك الله. على البسمة الصروحة. بارك الله فيك. بارك الله. شكرا. 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 thank you very much دكتور. thank you. nice to meet you. شكرا. السلام عليكم. شكرا.